السلام عليكم. ما زالت حادثة وقفة معتمرين جزائريين على يد معتمر آخر تصنع الحدث في العالم العربي عامة والجزائر خاصة، وتضاربت الأنباء هنا وهناك حول المصير والذي سيلقى هذا الجاني والذي اقترف ذنبا عظيما في الأراضي المقدسة. وهذا ما قاله فضيلة الشيخ عن حكم من قتل في مكة المكرمة. تابع الفيديو للأخير. رأيتم لو أن أحدا قتل في مكة هل يقتل أو لا؟ فالجواب يقتل. إذا قتل في مكة قتل، لأنه هو انتهك حرمة مكة فلم يبق له حرمة في مكة.